السلام عليكم ورحمة الله. بوكو إكس 4 برو هاتف جديد من شركة شاومي. صراحة كنت مجهز نفسي إني أعمل مراجعة عن هذا الهاتف، ولكن رأيت كثير من القنوات التقنية قامت بعمل مراجعة مسبقة عنه، لذلك قلت في نفسي ليش ما أعمل مقارنة بينه وبين هاتف إكس 3 برو، واقترحت عليكم هذا الشيء بمنتدى القناة، وكانت الإجابة بنسبة نعم هي الأكبر. لذلك نزولا عند رغبتكم اليوم نعمل مقارنة بينه وبين هاتف إكس 3 برو. ولكن بالبداية إذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. أنا معكم علي سهيل، بسم الله نبدأ. لو تكلمنا قليلا عن هاتف بوكو إكس 4 برو قبل ما نبدأ بالمقارنة، الشيء المعروف في مجال الهواتف أنها في تطور، وكل جيل ينزل يحمل مميزات أكثر من الجيل الذي قبله، وخاصة من ناحية الأداء والمعالج. هاتف بوكو إكس 4 برو دمر كل هذه النظريات. أولا من ناحية التصميم، كلا الهاتفين يحملان التصميم بالنسبة لي ليس الأفضل بين الهواتف الموجودة في السوق، ولكن ما يميز بوكو إكس 4 برو هو الإطار المسطح، ولكن وضع الكاميرات أو تصميمها في كلا الهاتفين ليست بالمفضلة لدي. ظهر الهاتفين يأتي من البلاستيك، ولكن الخامات الموجودة في هاتف بوكو إكس 4 برو توحي لك أنها من الزجاج. أما من ناحية الوزن، فهاتف بوكو إكس 4 برو يأتي بوزن 205 غرام، أما بوكو إكس 3 برو فيأتي بوزن أثقل 215 غرام. الشاشة في هاتف بوكو إكس 3 برو تأتي من نوع IPS LCD بمعدل تحديث 120 هرتز، وبحجم 6.67 بوصة، وبعدد بكسلات 395 بكسل في البوصة الواحدة، وسطوع حوالي 450 نتس. أما في هاتف بوكو إكس 4 برو فتأتي الشاشة من نوع AMOLED مع معدل تحديث أيضا هو نفسه 120 هرتز، وسطوع يصل إلى أقصى درجة 1200 نتس، وبنفس عدد البكسلات الموجودة في هاتف إكس 3 برو 395 بكسل في البوصة الواحدة. طبعا لاحظ تطور من ناحية الشاشة من IPS إلى AMOLED، ولكن طبقة الحماية في هاتف إكس 3 برو أفضل، فهي تأتي من نوع غورن غوريلا غلاس الجيل السادس مقابل الجيل الخامس في هاتف بوكو إكس 4 برو. نلاحظ أنه الشاشة في هاتف إكس 4 برو من ناحية التشبع بالألوان أفضل من هاتف بوكو إكس 3 برو. طبعا الشاشة من نوع أموليد تعطي جمالية أفضل من ناحية المشاهدة والألوان، وخاصة في مشاهدة الفيديو. أما بالنسبة للمعالج فهذه هي النقطة الأقوى، يعني التحول من معالج سناب دراجون 860 في هاتف إكس 3 برو وتستخدم معالج أقل أداء في هاتف إكس 4 برو وهو معالج سناب دراجون 695، هذا ما لم أحد يتوقعه، وهذه الصدمة لكل الذين ينتظرون ما ستقدمه شركة شاومي في هذا الهاتف. لو قمنا ببعض الاختبارات لمعرفة مدى سرعة كلا الهاتفين، أولا نقوم ببدء تشغيل كلا الهاتفين وننتظر قليلا. نلاحظ انه هاتف اكس 3 برو كان اسرع في التشغيل. اما على منصة انتوتو واختبار برنامج انتوتو نشوف الفرق الكبير بين اداء المعالجين. ففي هاتف اكس 3 برو حقق على منصة انتوتو اكثر من 556 الف نقطة، بينما هاتف اكس 4 برو فقد حقق حوالي 338 الف نقطة فقط. ومن ناحية معالجة الرسوميات حقق أكثر من 200 ألف نقطة مقابل 95 ألف نقطة لهاتف بوكو إكس 4 برو، وهذا يعطينا إشارة واضحة أنه من ناحية الألعاب وفتح التطبيقات راح تكون الغلبة بكل تأكيد لهاتف إكس 3 برو. وطبعا أيضا ما يزيد من تفوق هاتف إكس 3 برو على أخيه الأحدث إكس 4 برو هو نوعية الذاكرة المستخدمة. كلا الهاتفين يأتيان برام 6 أو 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256، ولكن ما يميز هاتف إكس 3 برو هو أنه يأتي بذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 وهي الأحدث. طبعا هاتف S22 Ultra يأتي بنفس نوعية هذه الذاكرة. أما هاتف بوكو إكس 4 برو فيأتي بذاكرة تخزين من نوع UFS 2.2، وهذا يؤثر جدا في عملية تحميل التطبيقات ونقل الملفات من مكان إلى آخر. لو عملنا اختبار عملي لنبين الأمر، هذا برنامج بنشمارك اختبار الذاكرة، نقوم بتشغيل البرنامج على كلا الهاتفين.
طبعا الأمر سوف يطول، سأنهي الاختبار ثم أعود. بعد ما انتهينا من الاختبار في هاتف X3 Pro، نلاحظ هنا باللون الأخضر سرعة القراءة في هاتف X3 Pro هو أسرع بنحو 3 مرات من هاتف X4 Pro، حيث أعطى عملية نقل حوالي 1160 ميجا بايت مقابل فقط 421 ميجا بايت لهاتف بوكو X4 Pro. صحيح أن ذاكرة الكتابة في هاتف X4 Pro أكثر بقليل 319 ميجا بايت مقابل 293 ميجا بايت، ولكن سرعة القراءة أهم بكثير من سرعة الكتابة في كثير من الأحيان. وبالمناسبة إذا كنت تشاهد الفيديو عم تستمتع فيه، أتمنى منك أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس، لأن هذا الفيديو ليس الفيديو الأخير على القناة، وإن شاء الله هناك فيديوهات كثيرة راح نقدمها لكم بالمستقبل. لذلك أتمنى منك أنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتتابع مع الشرح حتى النهاية. أما بالنسبة لاختبار بنشمارك، اختبار قوة المعالج، نلاحظ أنه هاتف X3 Pro حقق بالنوال واحدة حوالي 782 نقطة مقابل 687 نقطة لهاتف X4 Pro، وفي النوال المتعددة أعطى 2656 نقطة مقابل 2005 نقاط فقط لهاتف X4 Pro، وهذا أمر عجيب. بوكو تقدم هاتف بعد عام من أخيه بمواصفات معالج أقل، خاصة أنه هاتف X3 Pro حقق شعبية كبيرة وخاصة بالنسبة لمحبي الألعاب. يعني أقل ما كان يمكن أن تقدمه شركة بوكو هو أن تقدم نفس المعالج وبتطوير قليل على بعض الكاميرات والشاشة. من هذه الناحية نعلم أن هاتف X3 Pro أفضل من ناحية الأداء في فتح وغلق التطبيقات وأيضا بالألعاب. نلاحظ بلعبة بوبجي أنه هاتف X3 Pro يعمل على أعلى إعداد في الدقة ألترا اتش دي ومعدل الإطارات ألترا. صحيح أنه في هذا الإعداد وعند اللعب لفترة من الزمن نلاحظ أنه الهاتف ترتفع درجة حرارته كثيرا، ولكن بالمقابل هذا ما يمكن أن يصل إليه المعالج. أما هاتف X4 Pro فيمكن تشغيله على أعلى إعداد في الجرافيك على الاتش دي والفريم ريت على الهاي. أما من ناحية الكاميرات فهاتف X4 Pro يحتوي على 3 كاميرات، الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، والثانية ألترا وايد 8 ميجا بكسل، والثالثة 2 ميجا بكسل للماكرو. أما هاتف X3 Pro فيحتوي على 4 كاميرات، الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية ألترا وايد 8 ميجا بكسل، والثالثة 2 ميجا بكسل للماكرو و2 ميجا بكسل للعمق. طبعا لو قارنا الكاميرات وقدرتها نلاحظ انه هاتف X4 Pro يعطي صور اكثر جمالية ودفء من هاتف X3 Pro، وايضا لو قربنا التصوير نلاحظ انه التفاصيل في كاميرا هاتف X4 Pro افضل، وفي وضع التصوير الليلي نلاحظ انه الالوان في هاتف X4 Pro اقرب للواقع. ولكن ما يميز X3 Pro عن X4 Pro هو تصوير الفيديو، فهاتف X3 Pro فيستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية. أما هاتف X4 Pro فأقصى قدرة لتصوير الفيديو هو 1080 ب 30 إطار في الثانية. طبعا هذه عينة من تصوير الفيديو بكل الهاتفين، نلاحظ أن الثبات في هاتف X3 Pro أفضل من هاتف X4 Pro رغم أن التصوير بدقة 4K مقابل 1080 ب. ومن ناحية الكاميرا الأمامية فهاتف X3 Pro يأتي بكاميرا أمامية بحجم 20 ميجا بكسل، أما هاتف X4 Pro فيأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، ولكن الصور الخارجة من X4 Pro أجمل وأكثر حدة من X3 Pro. أما لو تكلمنا عن البطارية في كلا الهاتفين، على الرغم من أن البطارية في هاتف X3 Pro أكبر بقليل 5160 ملي أمبير مقابل 5000 ملي أمبير في هاتف X4 Pro، إلا أن X4 Pro يأتي بشاحن بقدرة 67 واط مقابل 33 واط لهاتف X3 Pro، وكلا الهاتفين لا يحتويان على شحن عكسي ولا شحن لاسلكي. أما من ناحية الصوت فكلا الهاتفين يأتيان بصوت ستيريو، ولكن هاتف X4 Pro يأتي الصوت مدعوم بتقنية دولبي أتموس، وكلا الهاتفين يحتويان على معيارية مقاومة الماء والغبار IP53، وكذلك مدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس، وأيضا يمكن إضافة بطاقة ذاكرة تخزين خارجية لكلا الهاتفين، طبعا ذلك بشرط الاستغناء عن إحدى الشريحتين، وأيضا يوجد فيهما ER للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، وسعر كلا الهاتفين حوالي 250 دولار تقريبا. الترقية من هاتف X3 Pro إلى 4 Pro لا تستحق الكلام عنها، على العكس أنا أفضل الهاتف X3 Pro على 4 Pro، فالمعالج بالنسبة لي شخصيا أهم من شاشة سوبر أموليد أو كاميرا 108 ميجا بكسل. بدون معالج قوي لا يمكن إظهار قوة هذا المستشعر 108 ميجا بكسل نهائيا.
أما بالنسبة للنظام المستخدم في كلا الهاتفين، فهاتف X3 Pro يعمل على أندرويد 11 بواجهة شاومي MIUI 12. حتى الآن طبعاً لم يحصل على تحديث أندرويد 12 بواجهة MIUI 13. أما بالنسبة لهاتف X4 Pro فهو يعمل مباشرة على أندرويد 12 بواجهة MIUI 13. الترقية من X3 Pro إلى X4 Pro بصراحة لا تستحق الكلام عنها. على العكس أنا أفضل هاتف X3 Pro على X4 Pro بسبب قدرة المعالج القوية. المعالج يعطيك أداء ممتاز بالألعاب وبالاستخدام اليومي. وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى منك إذا كنت غير مشترك بالقناة أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. والسلام عليكم ورحمة الله.